العمل اليوم هي من أجل موضوع حالة فسخ عقد الرياضي وفض منازعات فيها هذه الحالات هذه لدى عن طريق التقاضي أمام الغرفة التحكيم الرياضي المحلي اللي هو الكاس ومحكمة ديال الطاس. كيفما تتعرفوا بأن المغرب يعني مواكبة
تشريعات المقارنة استحدث ما يسمى بغرفة التحكيم الرياضي المغربي اللي هي تطعن لديها الأحكام اللجنة الوطنية للاستئناف، والفيفا أو الطاس يفرض على أي اتحاد أنه يأسس هذه الغرف القضائية، وقبل ما توصل للطاس لابد أن تمر من هذه المراحل. فبالتالي أي لاعب أو نادي بغي يطعن في قرار ديال غرفة فض المنازعات لديه الخيار إما اللجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي المحلي أو محكمة التحكيم الدولي الطاس. وكمركز للدراسات والبحوث في القانون الرياضي قمنا بمراسلة جميع الأندية المغربية تقريبا من أجل الحضور والاستفادة من هذه الورشة. الحمد لله تم الاستجابة لمجموعة من الأندية، من الرجاء الرياضي، المغرب الفاسي، السوانم، وكذلك حضور وازن للمحامون من هيئة المحامين بالدار البيضاء، وكذلك من هيئة المحامين بطنجة، ومن هيئة المحامين بالرباط. فالهدف من الورشة وهو إطلاع الحاضرين على الإجراءات القضائية والإجراءات التي يستخدمها ويعتمدها أي متقاضي طالب التحكيم، سواء في استئناف القرارات غرفة فض المنازعات من خلال شرط تحكيمي يكون منصوص عليه في النظام الأساسي للجامعة، أو العقد ديال اللاعب أو النادي. فكيفما تتعرف يعني كاين هناك واحد من عزوف وعدم الاهتمام بهذا الجانب، مما تيكون عنده تأثير في الأندية ديال خسارة ديال مجموعة من الملفات، عدم تعامل بشكل قانوني مع عقود اللاعبين، عدم دراية بالمقتضيات الملزمة والقواعد العامة اللي تتأمر بها الفيفا، فتنكون إزاء مجموعة من القضايا اللي تتعرض لغرفة فض المنازعات وكان ممكن تفادي ديالها، وكذلك عدم القدرة على الطعن ومعرفة يعني الإجراءات المسطرية التي ينبغي اتخاذها من أجل اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولي الطاس. فكانت هناك ندوات قبل تكلمنا فيها الورشات التي يديرها المركز، وتنتمنى بالمقاضاة بالحضور أمام نيابة عن النادي أو نيابة عن اللاعب لابد من تكوين والتكوين المستمر في هذا المجال، خصوصا نعرفوا بأن القانون الرياضي كل سنة كل سنتين يكون هناك تغيير في عندك سواء في كود ديسيبلينير لو ريغلومون دو ستاتيو دو ترانسفير دي جوار، كذلك كان هناك مستجدات كثيرة جدا لابد من مواكبتها باش نكونوا في مستوى ديال تطور كرة القدم في المغرب. وهذا الصحوة اللي تتعرف كرة القدم في المغرب. بدا شكرا لشوف سيدي على ورشة عمل اللي كنظمها المركز المتوسطي للابحاث للابحاث في القانون الرياضي. العنوان ديال ورشة العمل هو طرق فسخ العقد الرياضي وطرق فض النزاعات المتعلقة بفسخ العقد الرياضي سواء على المستوى المحلي في شقيه المرتبط بغرفة فض النزاع بالجامعة الملكية، أو لا في شقيه المرتبط بغرفة التحكيم الرياضي دائما على المستوى الوطني، أو لا على المستوى الدولي فيما هو متعلق بغرفة كرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو لا في الشق المتعلق بالطاس ولا محكمة التحكيم الدولي اللي هي واحد الجهة اللي مستقلة توفي النزاعات الرياضية على مستوى العالم. دونك بالنسبة لي هذه واحد العناوين عريضة اللي كتشكل أهمية كبيرة للباحثين في المجال والممارسين. سورتو أنا كنت نشوف
هنا سي فري كاينين مجموعه من الممارسين ديال ومجموعه من الناس اللي كيتواجدوا بالفرق الوطنيه، مي كنت كنتمنى نشوف عدد اكبر من الناس اللي كاينين في اللي كاينين بالفرق الوطنيه، خصوصا اللي كتنشط بالبطوله الاحترافيه في قسمها الاول، لانه هما معنيين بدرجه كبيره بانهم يعرفوا هذه المعلومات، المعلومات القانونيه والمسطريه بحكم الممارسه ديالهم، بحكم انهم تيعيشوا مجموعه من النزاعات سواء فيما يتعلق بعلاقتهم مع اللاعبين ولا مع الوسطاء ولا مع المستشارين. ان حضورنا اليوم في فعاليه ورشه منعقده في الموضوع حاله فسخ العقد الرياضي مسطره في منازعاتها عن طريق التحكيم الرياضي المحلي والدولي، وهي الورشه التي يسار على تنظيمها المركز المتوسط للدراسات والبحوث في القانون الرياضي. كما نعلم جميعا ان العقد الرياضي وما ينفرد به من خصوصيات يطرح نفسه بقوه في المجال القانوني على المستوى العملي، ذلك ان الرياضه اصبحت اليوم ليس مجال مثلا لخوض انشطه رياضيه فقط، بل هي مجال لدرج مجموعه من الاستثمارات ولها يعني انعكاسات في البعد المالي المجتمع ككل. لذلك يعني بالاحرى يعني تكوين الشق يعني التكوين في المجال القانوني فيما يثير العقد الرياضي من منازعات خصوصا على المستوى مرحله انهائي، كيفيه انهائي، الاثار الفاسخه على المستوى الاختصاص، على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني، على المستوى الدولي ايضا، اشكاليه تراتبيه المساطير وتنازع الاختصاص وما الى غير ذلك. هذه كلها يعني محطات كانت ضمن هذه الورشه التي حضر مجموعه من الفعاليات يعني المجتمع سواء المسين في الانديه الرياضيه، ولو اننا نسجل بين قوسين يعني غياب لمعظم يعني الانديه الرياضيه، الشيء الذي يطرح مجموعه من عدم الاستفهام اين نسير. نتكلم عن احتراف ونتكلم عن يعني مؤسسات العمل الرياضي، فبالاحرى ان يستفيد الجميع من هذه التكوينات، وايضا فعاليه من محامون ومحامين متمرنين ومترشحين للتمرين وطلبه باحثين. فيعني كان نقاش يعني جميل بحضور الساده الممارسين على المستوى يعني المستوى اللجان على المستوى فنتمنى يعني حظ موفق للجميع، وان تتكرر هذه البادره يعني ان تكون يعني عاده محموده بين الفئات الاخرى. وشكرا.